قرأت في مجلة المسلمون مقال لمحمد الغزالي يقول فيه لا مانع من تولي المرأة القضاء، وقد روى عن عمر أنه ولى الشفاء امرأة من قومه وقال أريد وأنا أعرض الإسلام في بلاد أخرى ألا أغير سلوكا في هذه البلد، ويرى بعض فقهائنا أنه لا حرج فيه، فإن كان يحصل هذا قول ضعيف. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن تولى القضاء، وإنما تولى في يناسبها إدارة مدرسة، تدريس، طب وما أشبه ذلك. أما القضاء فلا يتولى إلا الرجال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، هذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره. وأما الأثر عن عمر فلا نعلم صحته، لا نعلم له أصلا. نعم.